حصل شوطا يتلوه شوط وانطلق في هذه اللحظات شوط الختام وختامها أو شوط ما قبل الختام. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، نتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول هنا. المركز الأول صبا المحمد بصغير بن سيف المنصوري مالك الخليجية من فازت بأول أشواط هذا الصباح. ها هو نفس الشعار يتواجد مشاهدينا الأعزاء على صدارة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، من تتقدم ورقمها محجوب من خلال انطلاقة صبا اللي تتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني. التقدم من قبل الشاهينية لسالم بن راشد بن فهيد بن رشدان المري. دور المركز الثالث والتقدم من قبل الزبارة خليل بن ناصر بن منصور بن خليل الشهواني. والنقلة إلى المركز الرابع، من تتقدم حاملة الرقم واحد هنا الوجبة لمحمد بن علي بن نورة المري. ودخول من قبل مصيحة عبد الهادي بن علي بن حبيشة النابت. بينما المركز الخامس أيها الأعزاء أحدى الشعارات العملاقة يتدخل متابعينا الأعزاء، وأيضا رقمها محجوب من خلال هذه الأمواج المتدافعة الأمواج المنطلقة. نغم تركي بن تويب بالحنيت من المري. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى صدارة الشوط. تنطلق الشاهينية صغيرة في الحجم كبيرة في الأداء عملاقة في الأداء. يا سلام الله الشوط شوط الشاهينية. يا متابعينا الأعزاء تنطلق الشاهينية تبتعد ابتعاد عن المشاركات. هذه الشاهينية تنطلق لسالم بن راشد بن فهيد الرشدان. يا سلام يا الشاهينية وسلام لسلالة الشاهينية. سلام لسلالة الشاهينية. سلام هذه الشاهينية متابعينا الأعزاء. ولكن دير بالك الشعر الأسود شعر بن ديلة على ما يبدو أو هنا حملة الرقم كم؟ 24 بتعرف عليها. الله نوايف عبد الهادي بن محمد بن ديله المري. الشاهينية ونوايف اللحظات الأخيرة. الشاهينية هل تصمد أمام هذا الهجوم؟ الشاهينية نعم نوايف يا بوي نوايف تختطف ناموس الشوط. تهانينا والناموس لمالك نوايف عبد الهادي بن محمد بن راشد بن ديله. المركز الثاني متابعينا الأعزاء من وسط في الشاهينية لسالم بن راشد بن فهيد الرشدان. المركز الثالث كان الوصول من قبل غرام أو من قبل الدوحة لعلي بن سعيد بن حلفان المري. وعطوني المركز الرابع كان الوصول من قبل غرام أو تبوك عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. والمركز الخامس ما بين دخول جماعي ما بين الزبارة الخليل بن ناصر بن منصور الشهواني، وأيضا ما بين حملة الرقم 15 إسعفة حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار. وجميعهم فائزين جوائزنا للعشرة المراكز المتقدمة الأولى. أيها الأعزاء تشاهدون ملخص هذا الشوط الماضي، وننتظر وإياكم التوقيت الزمني، وأيضا نتعرف على صاحبة المركز الأول في هذا الشوط نوايف. المركز الأول كان الوصول متابعين الأعزاء من نوايف دقيقتين 57 ثانية 54 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الهادي بن محمد بن ديله البري. المركز الثاني كان الوصول فيه من قبل الشاهينية وتوقيتها دقيقتين 57 ثانية 56 جزء من الثانية. تهانينا لسالم بن راشد
بالرشدان المري. المركز الثالث كان الوصول الحاملة الرقم 14 الدوحة، دقيقتين 57 ثانية، دقيقتين 59 ثانية و34 جزء من الثانية. تهانينا والناموس العلي بن سعيد بالحلفان المري، وتهانينا والناموس لجميع الفائزين. أيها الأعزاء، أشواط قوية شهدناها في هذا اليوم، والكلمة أحيلها مع شوط الختام للزميل المتألق الكريبي بن جابر المري.